أحمد زكي الله يرحمه كان مؤدي عالمي. معانا النهارده اعتقد اهم واحسن مدربه للاصوات ولمخارج الالفاظ وللغنى في الوطن العربي. اول ما عرفنا احنا في جيلنا يعني ايه باند، يعني ايه فريق غنائي، استاذ ايمن يونس اللي اكتشفها، صلاح جاهين شخصيا يعني بالنسبه لي اسطوره الشعر العامي. عايز اقدم استاذ ايمن يونس. استاذ ايمن اتفضلي. ابوسه هو انا صغير. انت اصغر مني بكتير، انت زي بنتي. لا معلش. اتفضلي. استاذه ايمان يونس، الاختيار البديهي جدا لما بتتكلم عن مواضيع الصوت والغنى والالفاظ واللهجات وغيره، استاذه ايمان من الناس المشهوره قوي في ده. اهم حاجه عايز اطلبها منك النهارده ما يصعبوش عليكي خالص. ليه كده؟ عايزك انت، اصل انت طيبه، فيعني دول ما ينفعش معاهم الطيبه خالص، لازم عشان ان انا طيبه. ده اللي بيجيلي عنك يعني. احنا كل ما يبقى طيبه يا مروه. لا هي برضو عندها عندها عشان نشوف ده كتير حزن. كل ما حد يجيلي برضو يبقى ممثل جديد او عنده مشكله في النطق بشكل ما، بيروح لعند استاذه ايمان ويرجع لي بني ادم تاني، فما اعرفش هي بتعمل معاهم ايه. فالنهارده فرصه ان انا اكتشف هي بتعمل معاهم ايه. عايزك النهارده تطلعي لي ثلاثه مميزين وثلاثه فشله. اوكي ماشي، ما لا تكونش عامل، مش هلاقي فشل يا رب. انا دايما اقول اتس نيفر تو ليت، يعني لو هو فشل المره دي مش هيبقى فشل المره اللي بعدها. صح. انه ياخد دروس كويسه وكورسات كويسه. صح. السؤال مهم، احنا عندنا كذا شاب هنا تمثيلهم مميز جدا بس مش مصريين، وطبعا لسه ما لحقوش يجيبوا اللهجه. هل تفتكر انك تقدري تساعديهم بحاجات يقفوا يشتغلوا على اللهجه عشان يوصلوا للهجه المصريه؟ انا بعمل كده. هاي دنيا خروات مهند مهند مجاش مصطفى مجدي، مش انا مصطفى مجاش، ليلته سودا. طب هيجي بعد الامتحان؟ هيعرف يجي بعد الامتحان؟ ماشي. بالنسبه لمصطفى انه مجاش لحد دلوقتي، هو هم قالوا انه عنده امتحان، بس انا مستغربه يعني موريس في الحلقه اللي فاتت كان عنده امتحان وجي متاخر وعملوا حفلة عليه، فمصطفى شاف الحفلة ده بعينه، ليه ما بلغش الناس أو ما بلغناش؟ دي حاجة غريبة بالنسبة، وهو كان بالنسبة لي من الناس اللي محتاجة الحلقة دي. في حاجة اسمها حد ودنه مش موسيقية فعلا ولا دي أسطورة؟ في ناس ما عندهاش ده. طبعا ده أنا. أنا قلت يمكن ده على فكرة كمان بيبقى مش كويس في التمثيل. أيوه فده لازم يعني. عشان كده ما كملتش في التمثيل واخرجت. ماشي. هسيبك مع الشباب هسلمهم لك. اوكي. وانا ومروه نختفي، وشباب معاكي اعملي فيهم اللي عايزه تعمليه. عايزه تعملي معاهم اي تدريب سريع كده وهم قاعدين، عايزه تطلعيهم فوق براحتك خالص. اوكي. ماشي. جود لك يا شباب.